أسس حزب؟ لا ما أعرف، لا ما أريد أحزاب بالبلد. نحتاج حزب يضبط الأمور ويخليك السيطرة على الوضع دائما. بس يتهيالي الجيش والشرطة والأمن والمخابرات ضابطين الوضعية. كل هذول موظفين، بس الحزب يختلف. وكلام صحيح. إذا تعتمد على الجهات الحكومية هذه توالي غيرك بسرعة إذا واحد ثاني اعتلى السلطة. أما ابن الحزب لا، إذا فزت هو يفوز وإذا خسرت هو يخسر. فلذلك يظل يتمسك بيك، وكل ما يمر الوقت يقويك حتى هو يبقى أطول فترة ممكنة. بس ماهر، الحزب يرعى لنا زعامات، رعى قيادات، احتمال أكون ناس بيه يظلون يفكرون يأخذون أكبر من حجمهم، ومو بعيد يصيرون إلى أتباع. احتمال يحاول ينشق يدوخنا. هنا يجي دور الأجهزة الأمنية. إذا حسينا واحد بدأ يطمع ويطمح أكبر من منصبه ويحاول يأخذ أكثر من المقسوم له، نخليه بحلق الأجهزة الأمنية. تهمة التخريب، الفساد، أي تهمة تلوب له. يعني قصدك الأجهزة الأمنية تدعم الحزب باللي يفيدنا، والحزب يدعم الأجهزة الأمنية هم باللي يفيدنا. بالضبط. الحزب يقدر يدخل جوا المناطق، الشوارع، الفروع، وحتى البيوت. وإذا شدينا حيلنا شوية نطب حتى الغرف النوم. الأجهزة الأمنية تحتاج المعلومة اللي يجيبها الحزب حتى تقدر تشوف شغلها. وهنا البلد بعد ما يتنفس. بس هو حاليا ما جاي يتنفس البلد. صحيح، لأن بعده بخوفة الانقلاب. بس لابد يجي يوم ويصير خرق. بس من عندك حزب معناه عندك عين وأذان بكل مكان، وتترصد الجريمة قبل ما تصير، لا وتعاقب عليها وهي بعد ما صايرة. زين ماهر، سؤال، من يكون مسؤول الحزب؟ أنت اللي هسه كلمتك مسموعة وإلك تأثير بالشارع. أنت هسه رئيس، بس من تصير رئيس حزب راح تصير زعيم. وانت تعرف كل زين، الناس تتأثر بالزعامات.